وللحديث بشكل أكبر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من نيويورك سانتوش راو، وهو رئيس أبحاث في مانهاتن فنتشر بارتنرز. سانتوش، أهلا بك معنا اليوم. برأيك ما هي العوامل التي ساعدت ألفابت بالوصول إلى مستويات $1,000؟ الشركات التي تؤدي أداء جيدا بناء على محركاتها وتوجهاتها المستقبلية تحصل على المكافأة من المستثمرين. بالنسبة لجوجل، هي تفعل الأشياء الصحيحة، هي جهة رائدة في الإعلان الرقمي والإعلان المبني على الأبحاث، هي جهة رائدة في هذا المجال. كما أنها لا تكتفي بذلك، بل كل علاماتها التجارية تؤدي أداء جيدا، كما أن مستقبلها في مجال الذكاء الاصطناعي والآلة المتعلمة والواقع المعزز والسيارات الذاتية القيادة وكل هذه المفاهيم المستقبلية والخدمات المستقبلية. جوجل تعتبر راسخة في كل هذه القطاعات المستقبلية، وهي في موقع جيد يسمح لها بالاستفادة من كل هذه التطورات. إذا هذه الشركة تتطلع إلى تنفيذ سياساتها بشكل جيد، ولديها مستقبل مشرق، وهي شركة رائدة في السوق في مجالاتها، وتحصل على المكافأة من قبل المستثمرين، وهذا سبب وصول السهم إلى هذا الرقم $1,000 أو أكثر. طيب، إذا تحدثنا عن جوجل تعتمد في الإيرادات بنسبة 70% على إيراداتها من الإعلانات، سوق الإعلانات حاليا أصبح يعني يتقلص على جوجل بشكل كبير. قبل فيسبوك لم تكن هناك منافسة، اليوم فيسبوك تأخذ أيضا جزء جيد من الحصة السوقية. حاليا جوجل لديها 41% من هذا السوق، ولكن من المتوقع ربما في الفترة المقبلة أن تتقلص هذه الحصة أيضا للمنافسة من فيسبوك. نعم، وجوجل تعلم هذا الأمر، لذلك هي نوعت إيراداتها ولا تعتمد فقط على الإيرادات، وإنما استفادت من هذه الإيرادات ومن هيمنتها على الإيرادات لمجالات أخرى. هناك تطبيقات في يوتيوب وهناك مجالات أخرى بدأوا يحققون أموالا منها. ما سنراه من جوجل هو ليس مجرد سوق الإعلانات، بل أيضا سنرى هيمنتهم في مجالات أخرى. هنا يكمن المستقبل. الأسواق سوف تنتظر، لن تراهن ضد شركات مثل جوجل وأمازون وفيسبوك لأنها شركات مستقبلية، ويمكن أن نضيف لها مايكروسوفت. كل هذه الشركات الأربع تقوم بالشيء الصحيح، وهي على الجانب الصائب من السوق، وستظل تحصل على المكافآت حتى تظهر أرقام سيئة، وهذا ما لا نتوقعه. إذا نظرت إلى الربع الماضي، كل هذه الشركات حققت أرباحا عظيمة، إذا سيظل أداؤهم مستمرا. لديهم عدة مصادر للإيرادات، هم لا يعتمدون على مصدر واحد. حتى أمازون نوعت إيراداتها بعيدا عن أعمالها الأساسية، هناك موضوع الحوسبة السحابية وكل هذه المجالات الأخرى. نجد أن الشركات تنجح فيها وسيكون أداؤها جيدا وسيستمر في النمو رغم تراجع سوق الإعلانات، لكن أداء جوجل سيظل جيدا حتى في المجالات الأخرى. طيب سانتوش، يعني خلال الفترة الماضية دائما ما كنا نتحدث عن التقييمات في أسواق الأسهم الأمريكية والتي تصل اليوم إلى مستويات مرتفعة جدا. اليوم البي إي ريشيو بالنسبة لقطاع التكنولوجيا تقييماته تصل إلى 27 مرة. ما الذي يحمي هذا القطاع من فقاعة؟ هل كما ذكرت هي المسارات الجديدة التي يتبعها هذا القطاع من شأن ربما السيارات الذكية، وأيضا لدينا ربما الذكاء الاصطناعي؟ بالضبط، وما سنراه في مقرر الربحية هو أن الأرباح ستواصل نموها. لديهم مصادر أخرى كما قلت للإيرادات، سيبدأون بتوليد الأموال منها. هم لا زالوا في مرحلة مبكرة من هذه المجالات، لكن سيستفيدون كلما تقدمت هذه التكنولوجيات الجديدة. مكررات الربحية مرتفعة، لكنها ليست مرتفعة بشكل خرافي، هي لا تزال معقولة في ضوء حركة نمو في هذه الشركات. أبل برئيس هو ليس بايظ الثمن، وجوجل أيضا سعرها ليس غالي الثمن كثيرا مقارنة مع الفرص المتاحة. أمازون مكرر ربحيتها كان دائما مجنونا، لكن بات أكثر معقولية مع استمرار الشركة في تحقيق الأرباح، وهذا الأمر سيسمح لسهم أمازون يصبح معقولا أيضا. مقارنة مع فقاعة 2000 عندما كان مكررات ربحية خرافية، حاليا تعتبر مكررات ربحية معقولة نسبيا في ضوء النمو المتوقع في هذه الشركات.
لاحظنا سانتوش أن مع في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم جوجل لتخترق مستويات $1,000 كانت هناك ربما توصيات بالبيع على أبل وشاهدنا التراجعات على أبل فكانت الصورة كأن الاستثمارات تخرج من أبل وتتجه إلى ألفابت. يعني هل هذه الصورة برأيك؟ نعم، إليك ما حصل. أبل في نهاية المطاف هي شركة أجهزة أو هاردوير ومكررات ربحية في حالة الأجهزة مختلفة عن البرمجيات، أما جوجل فهي أقرب إلى شركة البرمجيات، هناك فرق، وبالتالي خفض التصنيف الائتماني أو توخي الحذر في حالة أبل، لأن المحرك الأساسي لأبل هو جهاز الآيفون 8 الذي سيصدر في سبتمبر أيلول، وبالتالي إذا لم يكن الجهاز جيدا كما هو متوقع فهذا الأمر سيؤدي إلى عمليات بيعية في سهم أبل. قطاع الأعمال لا زال يشكل 30% من إيرادات أبل، وهم يريدون أن يزيدوا عن 20%، لكن الأمر سيحتاج إلى وقت. 60% من إيراداتهم تأتي من الأجهزة أو الهاردوير، والناس حذرون في هذا الجانب، واحتمال تحقيق نمو أكبر أو مكررات ربحية أعلى هذا أقل. لذلك بعض التوصيات التي خرجت قالت بأن المكافآت قد تحققت، المخاطر لم تحتسب، وبالتالي من الأفضل الذهاب إلى جوجل، لأن المكافآت مع المخاطر أفضل في حالة جوجل. هذا ما يحصل في جوجل، لكن على المدى البعيد تعتبر جوجل أفضل من أبل في احتمال ارتفاع أسهمها. سانتوش، سؤال أخير وبإيجاز لو سمحت. اليوم رالي الأسهم الأمريكية يبدو بأنه يقاد بشكل كبير بقطاع التكنولوجيا، ما الذي يعنيه ذلك؟ التكنولوجيا هو الوحيد الذي أظهر نموا متينا وقويا، والتكنولوجيا أداء أو قطاع التكنولوجيا يؤدي بحسب أداء التكنولوجيا والتطورات العصرية فيها، بغض النظر عما يحصل في السياسة ومع ترامب، فالقطاع التكنولوجي سيظل أداء جيد حتى قبل أن يأتي ترامب. هي تظهر أساسيات جيدة، أرباحها تنمو، وهناك مستقبل مشرق ينتظرها، لذلك نجد أن التكنولوجيا وأسهمها في الطليعة. نشكرك سانتوش راو رئيس أبحاث مانهاتن فينتشر بارتنرز على هذه المشاركة.